برعاية مساكم الله بالخير مشاهدينا، حياكم الله ويانا، طمنوني عليكم وإيش الأخبار. المطر اللي برا إن شاء الله يا رب يكون مطر خير على الكويت وأهلها وكل اللي عايشين على هالأرض الطيبة. يعني شوية ازدحامات مرورية نقول ديروا بالكم وبالهداوة، ويعني شوارع بعض الشوارع تكون غرقانة، فخلينا ندير بالنا أكثر على بعض، خصوصا الفترة هذه تعتبر فترة الذروة. فالله يكون بعون اللي بالطريق والحمد لله على سلامة اللي وصل لمقصده النهائي. مشاهدينا، احنا كل يوم من أو كل ليلة من ليالي رمضان نكون وياكم نتكلم مع نجومنا وأيضا صناع الدراما الرمضانية عن أعمالهم اللي منتشرة في كل الفضائيات. لكن أكيد يخطر على بالكم تسولفون حق أبنائكم عن أيام قبل المسلسلات التراثية، التراثي اللي كان شوية نوعا ما نسميه فانتازيا التراثية، نفس الإبريق المكسور، نفس السندباد البحري، نفس مدينة الرياح، علقم علقم، مر ومدلقم. يعني هالأمور هذه أكيد ما حد ينساها، خصوصا اللي كانت طفولته في ذيك الحزة وتابع هالمسلسلات الجميلة. اليوم راح نوريكم هذا التقرير، نذكركم بهذه الأيام الجميلة وهالمسلسلات اللي راح تظل خالدة أكيد وراح تستمر معانا العمر كله. خلونا نشوف الفانتازيا التراثية. في رمضان وإحنا صغار تعودنا نسمع هالغناية، وتعودنا على لمة الأهل عقب الفطور على الشاشة. من فينا ما يذكر لزمات الفنان خالد العبيد؟ لكن من عليه على علقم 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 مر ومدلقم. غضب غضب اللي كلامه كله علامه، يصيد عدوه صيد الحمامة. طباق انتوبك الموضوعي وبيطبق عليه الطباق. اي نعم، هذه ذكرياتنا في الثمانينات للحين نذكرها، نذكر ادوار ابطالنا ومشاهدهم. ايش فيك ضايق خلقك اليوم خير؟ انا محتار محتار يا لقيش المحتار. ليش بالش نفسك بهالشغلات هذه؟ بس احنا عندنا قلعتين، يعني ما حددوا اي وحده؟ لا عمتي ما حددوا. الله يهداك يا حسن، الحين انت صار لك مده تشتغل مع كامل الاوصاف وبعدين مع جاسر، شلون يطوفك هالشيء ما تعرفه؟ اخوي سلامه كله مواهب، بس باللي قدره ويفهمه. صحيح كله مواهب. علي بابا وعلاء الدين وبدر الزمان والطماعون ومدينه الرياح والابريق المكسور وعبد الله البري والبحري، كلها اعمال في ذاكرتنا مدفونه، حتى اغانيها نذكرها بعد. انا طباق طبق، انا احسن من حدك، انا علقم قامك صير مدلقم ومجكنم. كان يا مكان في ذاك الزمن، حنا في هذا الزمن، كان شر كان شري، كل شيء عنده سري. شر قلب ومدلقم تحت الشفاف، سمر بحر لف ودور وحبر محيطات. سندباد سندباد، يا هذا يا هذا يا هذا يا هذا، لما لا تأكل لقمة العيش حلالا. وظل السؤال ليش ما قدرت هالأعمال الحديثة إنها تاخذ مكانة الأعمال القديمة؟ وانتي يا غادة أكيد كان لك ذكرياتك الخاصة مع مسلسلات رمضان الفانتازية.
اي والله لي ذكرياتي الخاصه مع هالمسلسلات، وامسي بالخير على الفنان الكبير خالد العبيد، يعني نقول له مبارك عليك الشهر، وان شاء الله يا رب ربي يتقبل صيامك وطاعتك ودعائك، واكيد احنا فاقدين هذا النجم الكبير. والامانه يمكن هذه اول مره اقولها، بس انا كنت وايد اخاف منه، كل ما يطلع ويقول علقم علقم تلاقي وانا صغيره كذي ميته من الرعب، خصوصا انه كان دائما الشرير، لما كبرت اتضح لي انه كان شرير لطيف جدا، لكن بالصغر اكيد كنت اخاف منه وكان وايد شري بالنسبه لي. لكن الشخصيات هذه وام الدواهي كان لها اكيد وقع خاص، واحنا صغار مثل هالمسلسلات تظل قاعده بذاكرتنا لغايه اليوم، وانا بين فتره والثانيه احاول اطلعها على اليوتيوب او اشوفها بالقنوات من خلال الاعادات. هالمسلسلات هذه صدقنا زمنها راح، لكن هل يمكننا احنا نجيبها مره ثانيه نعرضها بنفس الافكار اللي كانت متداوله في ذاك الزمن؟ خلينا الحين ناخذ هذا الاتصال الهاتفي مع احد نجوم الدراما الكويتيه الكبار، واللي شارك بعدد لا يستهان فيه من هذه الفانتازيا التراثيه. مساك الله بالخير ابو خالد، معانا الفنان الكبير محمد جابر. مساك الله بالخير، وكل سنه وانت طيبه يا ابوه، عساكم من عواد ان شاء الله. تقبل الله طاعتك يا ابو خالد، ويعني ذكرياتك اثناء تصوير مثل هذه المسلسلات قل لنا عنها. ذكريات ايش اقول لك، كلها وناسه بوناسه. حلو. يعني احنا يعني شوفي خليني اقول لك شغله، لما يقول لنا باكر مثلا التصوير اذا كان احنا اللوكيشن حابينه، إذا قال لنا الساعة مثلاً 3 الظهر، لا إحنا الساعة 1:30 موجودين. حلو. باللوكيشن جايين مبكر. الجمعة هي اللي تحببنا إن نشتغل صح. صح. بس. جميل جدا. ايش رايك ابو خالد، يعني هالمسلسلات هذه الحين لما تطرح للجمهور خصوصا لصغار السن ممكن يتقبلونها؟ لا. لا. لا لا لا. اي لا، كان كل زمان ولا ناسه. صح صح اتفق معك، بس يمكن ممكن نسوي فانتازيا تراثيه لكن الافكتات لازم تكون اقوى. صعبه والله يا استاذه غاده، والله أي. صعبه، لازم الفنيات صعبة تكون صعبة. عاليه والانتاج يعني راح يكون مكلف جدا. خليني اقول لك شغله، يعني احنا لما نقدم المسلسلات هذه نوقف الشارع يصير خالي من السيارات. صح. كلهم ينتظرون هالمسلسل هذا. الله. او ينتظرون الحلقه لليوم. قمه النجاح هذه لما الناس كلها توقف شغلها طبعًا. علشان ساعه طبعًا. البث طبعا طبعا. او يعني شوفي خليني اقول لك شغله بعد، حدوته اللي هي هذه مسلسل مدينه الرياح. نعم. اتصل فيني رحمه الله عليه اخوي سالم الفهد. نعم. كان يقول لي يا ابو خالد عندي 30 حلقة ابيك تكوتها. حلو. تعدها. اي. فقلت له يا ابو فهد يعني الحين باجي على رمضان شهر شلون؟ قال لي ما يخالف. قمت اكتب له انا عد له يومية 10 حلقات ويجي ياخذها هو من المكتب ويروح يوديها للطباعين يطبعونها. المهم انه 3 ايام انا خلصت المسلسل. أي. بالاعداد. حلو. كان عن روايه شنو اصلها؟ مدينه الرياح. كانت اجنبيه؟ اوكي. لا الكاتب مصري. الكاتب مصري. اي نعم. فخلصتها قلت له ابو فهد الحين باقي 27 يوم على رمضان، شو تحكي انت؟ قال لي الديكور خالص وكل شيء خالص. المهم ان اشتغلنا باقي على رمضان 15 يوم. اشتغلنا. حلو. مدينة الرياح هذه ما لها اسم. اي ما لها اسم. قلنا حق عبد الرحمن الشاقي عسى الله يطول لنا بعمره، هو المخرج. فقلت له يطلع الاسم، يطلع الاسم الحين مو وقت الحين، خلنا شو اسمه نصور. فصورنا وانا في الخويسات. اي منطقة الخويسات هذا لوكيشن التصوير؟ اي لوكيشن تصوير. قاعدين يكتون علي تراب لاني ضايع، انا يكتون علي تراب وبنكه ومش عارف ايش ولا هذا. كان اصيح انا قلت له يا ابو معاذ
أنا عبد الرحمن الشادي. يا أبو معاذ تكفى، ترى أنا اندمرت، الرياح ذبحتني. كان يقول ستوب ستوب، بس مدينة الرياح اللي اسم المسلسل. ومن من هني خلاص طلعت مسمى المسلسل والمدينة. اي نعم اي نعم. طيب أنا سمعت، أنا سمعت بما أنك قاعد تقول يعني أعديت المسلسل وكوتته، أنا سمعت أن حضرتك الحين قاعد تقوم بتأليف مسلسل جديد راح ترجع لنا فيه شو اسمه قضية هو اسمه الطرار مثل ما قالوا لي الأخوان، وراح تعيد شخصية العيدروسي. اي نعم. طيب أنت توك تقول لكل دولة مكان وزمان. لا 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 لا. إيش معنى العيد يعني العيدروسي؟ لا 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 خلينا أقولك، أنا أنت سألتيني عن مسلسل الأطفال. نعم. أنت سألتيني عن مسلسل الأطفال، أنا لبعيد أم عليوي يستقبلونها الناس، لبعيد الله يرحمه أبو عليوي يستقبلها الناس، لبعيد العيدروسي هم يستقبلونها الناس. حلو. لان الناس خلاص يعني يعني الكاركترات تظل محفوره عند الناس. تظل موجوده. لا موجوده اي. وبعدين لا تنسين انا عد انا مسلسل اقول شخصيه العيدروسي في حبل الموده في. نعم. شغلات وايد. نعم نعم مع يعني الراحل الكبير ابو عدنان. حبيبي حبيبي. طيب بما ان ما عندك مشكله مع عوده الشخصيات القديمه، ايش رايك الحين بطاش العوده وعوده الشخصيات والكاركترات اللي تعودنا عليها من نجومنا الكبار عبد الله السدحان وناصر القصبي؟ اي نعيد عادي. انت ايش رايك، تابعته شفته؟ ايش شوفي شوفي خليني اقول لك شغله. يعني طاش مطاش بالسابق وايد وايد حلو يدخل القلب. حلو. لحد الان الحين هالسنه هذه بعد تو الناس ما ندري ايش بيقولون. نعم. يعني لا ناصر ولا عبد الله ما ندري ايش بيقولون، لكن منتظرين حنا. انا بيني وبينك انا يوميا قاعد اطالع. حلو. لان احب هالشخصين هذيلا، احبهم هالشخصين، مو علشان شو اسمه شخصياتهم، لا بالعكس قاعدين يقولون اللي في قلوبنا. نعم. طيب جميل جدا، واحنا بانتظار نشوف بقية الحلقات، وباقي وايد على الشهر الفضيل، يعني احنا تونا في بدايته. ما تقدرين تحكمين على المسلسل. زين تتابع مسلسلات عربية سواء مصرية سورية لبنانية؟ لا والله لا والله، على الخليجي فقط. بس الخليج بس. حلو، يعطيك ألف عافية وكل عام وانت بخير وتعود بالصحة والعافية يا رب. شكرا لك يا ابو خالد. ويعني دائما احنا نقول انه مو فقط راح نتابع المسلسلات الكويتيه والخليجيه، ومو فقط راح نتابع ما يعرض على شاشه الاي تي في، احنا الفضاء مفتوح وقاعدين نشوف هالمسلسلات اللي بكل مكان وعلى كل الشاشات العربيه. من أهم الدراما العربية هي الدراما المصرية اللي لها وقع مهم جدا عند الجمهور. السنة هذه مثل ما ذكرنا لحضراتكم معظم نجوم الدراما المصرية مشاركين بمسلسلات واضح جدا بذخ الإنتاج فيها. ما زال الوقت مبكر إن احنا نحكم عليها، ما زلنا في لحظة الغربلة علشان نشوف راح نتابع منه، راح نمشي نتبع منه من نجوم الدراما. اليوم معنا هذا الاتصال الهاتفي من إحدى نجمات الدراما المصرية الفنانة وفاء عامر. مساك الله بالخير ومبارك عليك الشهر. كل سنة وانتم طيبين، وكل سنة لها بخير. وأنا مستعوين أنا النهاردة غير. يا أهلا وسهلا ومبروك على عرض الأجهر عمرو سعد، بطولته معاك وطالعة بلوك جميل جدا ومتوقعين أحداث مثيرة جدا. شو تقولي لنا أستاذة وفاء؟ بصي أنا أول أنا 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 الأول يا غادة، أنا ضيفة شرف في المسلسل. أنا مش بطلة، أنا بعمل بالظبط حوالي 7-8 مشاهد. طيب. بس هي الحدوتة. هي الحكايه كلها ستي. يعني انت سبقتي بالكلام علشان لا نقول لك دورك صغير، مش هنقول، لان انت دائما محرك. لا لا. في اي مسلسل تكوني فيه. ولولا انها محرك ما كنتش اشتغلت، ولولا ان احنا من كور عمرو سعد ومن الناس اللي فعلا بتبقى سعيده لما بتشتغل مع الاستاذ الطباخ ده، ثالث عمل اللي هي له معاك انا اشتغلت.
نعم. طيب كلمينا عن اهتمامك بالنزول في دورة رمضان. أنا الحقيقة بشتغل زي ما يوديني، يعني ما بعرفش أشتغل شغل علشان بشتغل أبقى بشتغل وبس، يعني ممكن أقعد مثلا سنتين مش أشتغل، والجمهور اللي سامعني دلوقتي أشاركه. نعم، وجود النجوم الكبار كضيوف شرف إيش كثر يخدم الأعمال؟ والله بصي أنا هقول لك على حاجة، ضيف الشرف بيبقى فيه ممثل كبير أو ممثل كبير يوافق يظهر في بيت شرف، ده حصل قبل كده القدام اساتذتنا عملوه فريد شوقي نعم. مع الاستاذ احمد مظهر، مع الاستاذه هدى سلطان، مع في كلمه شرف. نعم. فاهماني ازاي؟ يعني دول طلعوا مشهد، عملوا مشهد مشهد كلمه شرف. احنا بنشوف ناس كتير قوي اعظم واكبر مننا بكتير عملوا ده، عملته مدام امينة رزق اريد حلا. نعم. عملته مدام فاتن حمامه في احد افلام يوسف شاهين، عملوا كتير قوي فنانين قبلي. انا مش بعمل بدعه، اكيد اكيد عمل جيد. يعني انتوا عندكم مثلا مسلسل عظيم اسمه مجاريح، نعم، للاستاذه الكبيره سعاد عبد الله. طبعا 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 مسلسل عظيم، مسلسل انا بقعد متكتفه قدامه، مسلسل بياخدني بشجون وبياخد قلبي وبياخد عقلي في كل حته. لو طلبوني في مشهد ليه ما عملوش؟ ليه؟ فهماني زي مش شرط يبقى مصري. طيب والله انت فتحتي الحين موضوع مهم جدا، هو المشاركة في الأعمال. يعني السنة دي في الدراما الكويتية شفنا شيماء موجودة الكوميديانة المصرية، شفنا حمد المرغني، شيماء سيف، حمد المرغني مشاركين. والسنة اللي فاتت روجينا كانت مشاركة أيضا بإحدى المسلسلات، فأنت مع هذا التعاون المشترك؟ طبعا طبعا. وأيضا عامر عملت عندكم السنة دي، حلو. شنو مسلسلها؟ هو مش شغال ايتن؟ لا والله انا مش فاكره. هو فيلم ومسلسل السنه دي بس مش عندكم في رمضان، هو متهيألي لسه ما اتعرضش. حلو حلو. انا بالنسبه لي الكويت جايه، والكويت بتعمل شغل حلو، والكويت فيها فنانين عظام، فنانين قوي برضه في الخليج بينافسوا بقوه شديده جدا. انت حتى عندكم برضه مسلسل اسمه قره عينك، ايوه، مع السيدة حياة الفهد. نعم والله طلعتي متابعة أستاذة وفاء. طبعا طبعا طبعا. مجاريح بقى اللي عجبني شكلي واخواتي حاجة كده، اخواتي وحاجة برضو من الحاجات الحلوة قوي كانت عجباني حاجة اسمها غسيل. اوكي. بس ده لسه مش الحقيقة، انا كنت قريت عنه وانا يعني هتابع الخريطة دي ان شاء الله. حاجه اسمها غسيل. حلو. ان شاء الله. بصي انا هقول لك على حاجه، ان شاء الله باذن الله هيبقى فيها شغل كويس كمان الفتره الجايه. ان شاء الله ان شاء الله. احنا طبعا راح نوصل صوتك لنجومنا الكبار، واكيد راح نقول لهم ونوصل. الكبار عارفين هم قد ايه، وانا مش محتاجه ان انا اوصل صوتي حبيبتي. انا بقول لك ان الفن الكويتي فيه عندكم فنانين تقال، وانا بحب جدا 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 الناس العظيمه اللي فعلا بتعمل حركه فنيه بتفيد فعلا المجتمع والناس، واحنا ماشيين على النهج ده كلنا. أكيد. مصر كمان بادية من بدري قوي، وان شاء الله باذن الله عندنا كمان اعمال جميله في مصر. انا فخوره جدا السنه اللي فاتت والسنه دي، انا السنه دي بعمل مسلسل اسمه حضره العمده مع نجمه مهمه عندنا اسمها روبي. نعم. اكيد عارفينها. اكيد. ومجموعه من الكوم طبعا الكبار، احمد رزق واحمد يعني استاذه وفاء عندك عملين ادوارد ان شاء الله، وكمان في مسلسل انتهيت منه ده في الشرق الكتيبه، تعمل وطني الكتيبه 101. ايوه. جميل جدا جميل جدا. الله يوفقك استاذه وفاء، وسعداء بهالمداخلة الهاتفية، وإن شاء الله بانتظار وجودك معنا بالكويت ويكون لنا لقاء على الهواء بإذن الله. شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا راح ناخذ فاصل، واليوم منورين بالاستوديو نجوم الدراما الكويتية شهاب حاجية، شهد سلمان، وعبد العزيز بهبهاني، فخلكم ويانا.